ايضا هناك وافد جديد وهو ناقل الطيران الجديد في السعودية الذي يتم التحضير له. كيف ممكن هذا الناقل الجديد انه يخدم مستهدفاتكم السياحية؟ الطيران مهم جدا، ربط الوجهات السياحية بالمدن اللي تصدر سياح في العالم مهم جدا. اني اطلع من مدينة الى مدينة بدون توقف، هذا يعتبر من أهم العوامل في اتخاذ قرارات السفر للسياح في العالم. فإضافة ناقل جديد يعتبر مهم جداً، راح يرفع من ربط المملكة العربية السعودية بأهم المدن السياحية والتجارية في العالم، ويرفع مستوى الأكسيسيبيليتي أو الوصول إلى الوجهات المختلفة في المملكة العربية السعودية، وهذا مهم جداً يعني. ولذلك إضافة الناقل الجديد يعتبر إضافة كبيرة جداً، ويرفع من رغبة السياح في العالم إلى السفر وزيارة الوجهات السياحية المختلفة في المملكة.